السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين إضافية من الوحدة 3 الجهد الكهربائي للصف 12 المتقدم الفصل الدراسي الأول العام 2018-2019 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جرب هاي المسألة باللغة الإنجليزية لمن يرغب. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. أقرأ المسألة مرة 2-3 خلال 5 ثواني بتكون كونت فكرة عن المسألة. يحتوي مولد بنجي جراف على موصل كروي نصف قطره 25 سنتيمتر، فسجلت معطيات. يمكنه إنتاج مجال كهربائي مقداره 2×10^6 فولت كل متر، مجال كهربائي هذا بحد أقصى، لذلك حطيت تحت رمز المجال كلمة ماكسيموم، يعني بحد أقصى. ما أقصى فولتية وشحنة يمكن أن يتحملها؟ بده الجهد. من المعطيات الموجودة عندك كرة البوندوغراف عبارة عن موصل كروي، إذن عادي تستخدم هذا. المجال الكهربائي على سطح موصل كروي يساوي لثابت كولوم في شحنة الموصل الكروي على مربع نصف القطر بنفس الطريقة الجهد، ويساوي لثابت كولوم في الشحنة على نصف القطر الموصل. فيك تربط ما بين الكميتين بهذا الشكل، يعني عندما بنضرب فبتربطها بهذا الشكل بيصير عندك بي ماكسيموم وتساوي للمجال ضرب آر، لأن لو ضربت هذه بي آر حتروح مع التربيع. هي طريقة حل، فبيطلع عندك هذا الجهد. فيك تحسب أول شيء الشحنة من هذا من هذه وبعدين تعوض بهذه. هاي طريقة، هاي الشحنة هلأ حسبت الشحنة من فرق الجهد بهذا الشكل. إذن فيك أول شيء تحسب الشحنة من المجال لأنه أعطاك المجال، وبعد ما بتحسب الشحنة بتحسب هذه. في أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء ولايك، يعني ما بكلفك شيء، الكتابي ممكن تكلفك شيء لكن لايك.